من اول ما بدانا البرنامج واحنا عندنا ثلاث القاب، المغامر مش سهل خالص، المغامر اللي يجي منه، المغامر اللي على الله حكايته. بس ضيفه النهارده حاجه استثنائيه جدا، خدت لقب المغامر الفرفوش. ليه؟ لان من اول ما بدانا المغامره وهي في حاله انبساط وضحك بس. اسماء قولي لي كنت حاسه بايه؟ انبسطتي معانا؟ انبسطت قوي، وكنت حاسه يعني في الاول كنت حاسه بالحاجه وعكسها، كنت حاسه ان انا اكسايتد وخايفه، بس بجد بجد النهارده من احلى ايام حياتي بجد، مش بهزر، وحياه ربنا اليوم خطير. طيب بما ان بقى طول الوقت كان فيه ضحك وفرفشه وكده، قولي لي ايه اصعب لحظه عدت عليكي؟ باب الطياره هو بيتفتح. بما ان مغامرتنا النهارده عند معبد حتشبسوت، الملكه حتشبسوت كسرت كل التقاليد اللي كانت موجوده في مصر القديمه. بما انك بقى فيمينست مؤمنه بالمساواه بين الست والراجل، فخلينا نشوف ايه المشترك ما بينكم. ماشي، جاهزه؟ حلو ده. حتشبسوت كانت الابنه الكبيره لاحمس. انت الابنه رقم كام في عيلتك؟ الصغيره مبدئيا. اصغر واحده؟ بالظبط. حتشبسوت حكمت مصر القديمه لمده اكتر من 20 سنه. اسماء ممكن تشتغل شغلانه لمده اكتر من 20 سنه متواصل؟ اعتقد لو يعني لو حاجه بتحبيها هتفضلي فيها. الحاجه الوحيده اللي ممكن اقعد فيها كتير قوي هو التمثيل. طيب ماشي، اهو حاجه مشتركه. الحمد لله. حتشبسوت عملت المعبد ده واتكتب فيه كل القصص اللي بتتقال دلوقتي عنها. اسماء ممكن تكتب تفاصيل حياتها في كتاب؟ لا. ليه؟ عشان عندي كتاب صغير كده اسمه A Book to Burn. اوكي. الكتاب ده كتبت فيه مثلا 3 pages ومرعوبه، حاسه ان حد هيقراهم، فرحت مقطعهم، فما اعتقدش ان انا هيجي عليا يوم واكتب خالص اي حاجه. اوكي، انت جيتي الاقصر مره قبل كده؟ جيت مرتين. اوكي، حاسه ايه من اول يعني المرتين ودلوقتي، حاسه ايه بالتطور الموجود؟ حاسه ان السياحه زادت ودي حاجه مفرحه قلبي قوي، حاسه ان الناس مطمنه، والاماكن انا عارفه ان انا جيت كذا مره بس الاماكن كاني اول مره بشوفها، فدي بجد حاجه تحفه. قبل ما نكمل كلامنا عايزين نسمع الفويس نوت اللي انت سجلتيها قبل. أيوة. ما انا اكسايتد قوي ومرعوبه جدا ومتحمسه جدا لوجع القلب. شكرا. ليه لازم اتكلم دلوقتي؟ اسماء نورتينا، احنا خلصنا خلاص، بس قبل ما ننهي الحلقه عايزاكي تاخدي سيلفي مع معبد حتشبسوت. طبعا انا مستنياكي تخلصي اصلا عشان اخد سيلفي مع المعبد.